لازم نبدأ لو هنتكلم عن الدوريات المختلفة نتكلم عن صلاح والدوري الإنجليزي، لأن يعني الكلام مكرر لكن واقع، ولسه دلوقتي عارفة أنه هو كمان احتل رقم 2 تويتر في العالم عالميا، يعني على مستوى العالم، فشيء محترم جدا ومشرف لينا كلنا. خليني أبدأ معاك من اللقطة بتاعت صلاح امبارح والأسيست الرائع والجول اللي كتب عنه أنه هو أسطوري فعلا. اه طبعا، يعني النهاردة لما المدرب بتاعه حتى كلوب بيتكلم من الجون اللي هو جابه ما يجيبوش غير احسن لعيبه في العالم، فخلاص يعني احنا بنتكلم عن صلاح واحد من احسن 3-5 لعيبه على مستوى العالم دلوقتي في الوقت الحالي. في ناس اصلا بتصنفه ان هو حاليا هو رقم واحد، يعني لو هنحط الترتيب بكره او النهارده يبقى محمد صلاح رقم واحد. عايز اقول لك كانت تقريبا صحيفه الدجال لو ما كنتش متلخبطه هي اللي كانت كاتبه مانشات بتقول فيه هل هناك افضل من محمد صلاح، يعني اصلا هي بتتساءل. ففعلا اه طبعا، ESPN كتبوا يعني تويته وقالوا هو الافضل حاليا في العالم، كل الناس بتتكلم لان فعلا صلاح مع يعني منذ بدايه الموسم هو كل مباراه لازم بيقدم حاجه صحيح. او يحط برقم قياسي بالظبط كده وخلاص، يعني خطوتين ويبقى الهداف الافريقي التاريخي في الدوري الانجليزي. بعدين كمان لو خدنا في الاعتبار فكره ان رونالدو كريستيانو رونالدو وميسي خلاص ابتدوا ايه شويه يتقال عليهم كبروا خلاص، طالما تخطوا يعني سن ال 30 يعني ده بينبئ بان اللي جاي حلو ان شاء الله لمحمد صلاح. بالظبط، يعني هو الاستمراريه اهم حاجه عملها صلاح، هي فكره الاستمراريه. يعني بعيدا عن لو مش هنتكلم عن فتره الدوري الايطالي اللي هي كانت مميزه جدا، نتكلم عن الدوري الانجليزي تحديدا، نتكلم في 4 سنين حاجه جميله جدا. صحيح. يعني مرتين الهداف ومرتين بينافس على الهداف بشكل كبير، وحاليا هو لسه كل يعني هو كل سيزون بينافس على هداف البريمير ليج، كمان بيعمل صناعه اهداف مؤثر جدا مع هو رقم واحد في طبعا فريقه طبعا. الارقام اللي بيكسرها النهارده صلاح قرب ان هو خلاص هنقول ان هو الهداف الافريقي الاول في الدوري الانجليزي، بيحطم رقم اسطوره زي ديدييه دروجبا، ده حاجه كبيره جدا طبعا. في الشامبيونز ليج هو رقم 2، ويعني لو ممكن سنتين كمان لو بنفس المستوى يحطم برده رقم لديدييه دروجبا. فاللي ينقص صلاح بس عشان يعني الحته بتاعه افضل لعيب في العالم هي ان الوقت اللي هيبقى فيه التصويت البروباجندا تبقى كلها على صلاح بس، ما يبقاش بقى فيه حاجه تشوشر عليه في حته بقى فيه مش عارف مين بيلعب كاس عالم مين بيلعب كاس اوروبا زي وقت مودريتش. لو نفتكر صلاح كان هو يعني ليفربول ما كانش بطل وقت ما صلاح كان موجود في افضل 3 لعيبه على مستوى العالم، ما كانش ليفربول بطل صح، ولكن كان كل السبوت بتاع الصحف العالميه كان على صلاح، فهو خد لاعب العام في انجلترا صحيح. افضل لعيب في البريمير ليج، افضل لاعب في افريقيا، فجانا بقى عند افضل لاعب في العالم كان حظه ان مودريتش اتحط كده اتحشر في النص عشان خاطر ريال مدريد وعشان خاطر اداؤه مع كرواتيا في كاس العالم. فهنا بقى هو خد الحته دي، فهي دي اللعيب اللي ياخد افضل لاعب في العالم. طبعا الاداء المبهر ده اهم حاجه، ولكن الحته الاعلاميه دي بتبقى مهمه جدا 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 يعني. حلو جدا.